رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، برنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء، مقبول لدى محكمة النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لدى سكينة. أحوال طيبة على خير؟ الحمد لله، بارك الحمد لله. أستاذ سعيد، غنواصلوا حديثنا اليوم على حوادث الشغل. بالفعل، ولكن هذه المرة المساطر المتبعة. المساطر كثيرة فقط. صح، خاصة حلقات لأن كل حالة على حيدة، ولا إذا كل حالة كتكون على حيدة. غير هو ربما في بعض الأحيان كما قلنا البارح ما كتكونش العلاقة ثلاثية، كتكون علاقة ثنائية، هنا كيوقعوا الصراعات. أو لا، في أحيان أخرى كتقدر تكون علاقة ثلاثية ولكن ما كيتمش التصريح في الوقت المناسب، أو لما كيتمش تقديم الوثائق اللي يعني اللي بها كتقوم يعني اللي بها كتمر المسطرة. أو لا، كثير من الحالات اللي كيوقعوا كيكون نوع من التلاعب مثلا من طرف المشغل أو لا من طرف ناس أخرين، وبالتالي المسطرة كتكون واقفة، وهنا كيستدعي الأمر أنه يكون الفاصل هو القضاء بطبيعة الحال في هذا الباب هذا. فهنا قانونيا شنو هي المساطر في المشمل ديالها؟ لأنه قلنا بالنسبة لحوادث الشغل يمكن كل حالة كتعطاها تفسير على حيدة. نعم. بالفعل هي مسطرة واحدة، ولكن كما قلت لي سكينة أنه في حالة يعني عدم تأمين اللي كتكون كان كلتاش مباشرة للمحكمة. فملي كتوقع يعني الحادثة، الأجير في الأصناف اللي تكلم عليها أو المستفيدون من هذا الحماية ديال الظاهر، أنه خصو يخبر في يومه خصو يخبر يعني المشغل ديالو بوقوع هذه الحادثة. إخبار حالات كثيرة جدا كيكون إخبار شفوي من طبيعة الحال يقول لوقعة الحادثة، ولكن إذا كان عن طريق رسالة مضمونة الإشارة والتوصل أو عن طريق مفوض قضائي وغير ذلك، يثبت بأنه رتم الإخبار لأنه قد ينكره أو يقول لهم بأنك ما لم تخبرني في التاريخ المؤقت أو التاريخ المحدد. كذلك أنه يعني أقصى أجل اللي خصو يخبر فيه هو 48 ساعة، داخل 48 ساعة، إما من طرفي شخصيا أو ذوي حقوقي في حالة وقوع وفاة لا قدر الله سبحانه وتعالى، أو يعني من طرف يعني شخص اللي يقدر يكون مؤهل أنه يقوم بالإخبار ديال المشغل. كذلك توضع لي أجل على أنه داخل أجل ديال 5 أيام من تاريخ وقوع الحادثة خصو يخبر المؤمنة ديالو، يعني شركة أمين اللي أمن عندها حوادث الشغل على العمال ديالو أو الأجراء ديالو. من مباشرة من بعد أنه كيتم إخبار مفتش إخبار يعني الشركة أمين بوقوع الحادثة، هنا كتبدأ المسطرة ديال الصلح، منه خص أنه كيتم يعني التصريح بالحادثة يعني قبل كانت يعني مسطرة يعني ما يسمى مسطرة إدارية، يعني كان يتم يعني التصريح بالحادثة لدى السلطات العامة، إما أنه عن طريق يعني القسم الخاص بالعمالة أو عن البلدية أو الدرك أو الشرطة إلى غير ذلك. يعني هنا ولا يعني من يقوم مقام هذه المرحلة هو المشغل، معنى أنه هو ولا هو في الظاهر الجديد 29 ديسمبر 2014 هو اللي خصو يخبر يعني شركة أمين. شركة أمين مباشرة يعني كتبدأ المسطرة ديال الصلح، أنها ممكن لها تطلب كل الوثائق التي تثبت الدخل ديال الأجير، يعني المحضر ديال يعني الحادثة لو وقعت حادثة لا قدر الله، يعني كما قلنا بأن حادثة الطريق كذلك يمكن تلحق شرعيا بحادثة الشغل إلى غير ذلك. تطلب جميع الوثائق لتثبيت الدخل ديال الشخص من أجل تحديد التعويض المستحق، أو مثلا حتى الخبرة التي يتم يعني طبيعة الحال كيوقع الحادثة غتمشي مباشرة يمشي عند الطبيب، كذلك يحدد الطبيب يعني نسبة العجز سواء المؤقت أو الدائم، لأن كاين فرقين، المؤقت لأنه هو كيكون مثلا ضرر كيوقع للشخص أنه ما تيشتغلش، هذا مؤقت سيزول مع الأيام، ولكن الضرر يعني الدائم هو أنه كيوقع عليه خطأ، يعني ضرر تنقص من القوة الجسدية دياله. مثلا احنا كلنا الحمد لله عندنا 100% كقوة جسدية، ولكن ما كتوقع الحديث كتقدر تنقص منه واحد النسبة 10% 5% 2% 1% إلى غير ذلك، فكتنقص من القدرة، هذا هو العجز الدائم، فهذا اللي تعويض وهذا اللي تعويض. بطبيعة الحال أن العجز الجزء الدائم يحرمه من العمل، من يعني واحد المقابل اللي كياخده، فبالتالي انه كتكون شركه امين يعني تحل محل المشغل في اداء يعني هذا التعويض هذا. وكذلك انه يعني كتاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه من بعد مباشره يعني نقول حادثه اليوم يعني الموالي انه كياخذ ثلثي الاجره، ماشي الاجره كامله، ولكن ثلثي الاجره على اساس انه نوع من التعويض يعطى يعني الاجير مباشره. كما قلت انها تقترح كذلك داخل اجل 30 يوم تقترح يعني المبلغ يعني أو التعويض وكذلك المصاريف يعني المستحقة للأجير. في حالة رفض
في حاله الموافقه يتم تحرير محضر صلح. النموذج ديالو الطريقه ديالو طبيعه الحال انه باقي ما خرجش يعني المراسيم التطبيقيه ديال ديال ديال, ديال هذا الظاهر هذا كنتظروها ان شاء الله تعالى تصدر في هذه الايام. هاد كاين واحد النموذج اللي غادي يتم يمشيو عليه. نعم هاد النقطه بالضبط. لانه اللي سمعت عليه واللي ربما اثر حافظه بعض المحامين، ياك ما نقولش عاوتاني المحامين بعض المحامين، هو انه هذه المساله ديال حوادث شغل ربما كان عند الشخص حسب ما سمعتش انت تفسر لينا. نعم. انه كان الشخص عنده احقيه انه الا ما قبلش واحد المبلغ معين في اطار هاد يعني في اطار هاد المسار الصلحي بينه وبين بين يعني بين التامين، كيقدر انه ينتقل للمتابعه القانونيه وبالتالي كيفصل فيها القانون. نعم. لكن ما صدر مؤخرا هو انه ما بقاتش هاد المساله، يعني كيخص ضروري يكون واحد التصالح مع 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 التامين كيفما كانت الاحوال، عجبك الحال وما عجبكش الحال، يعني كيكون تصالح مع التامين. لا ماشي هو ضروري هاد المساله كاينه حتى في حوادث السير. حوادث السير انه ملي كتكون يعني الدعوه العموميه قائمه ما كتكونش ملزم باش انك يعني تطلب الصلح مع شركه تامين. لكن اذا انتقلتي يعني المدني، يعني مثلا الدعوه العموميه تحكم فيها وسالات وغتمشي للاطار المدني باش ترفع دعوه في اطار الفصل 680، اذا كتكون ملزم انك يعني ترسل رساله الصلح لشركه تامين وعندها اجل ديال 60 يوم باش تجاوبك. الا جاوبتك داخل اجل 60 يوم بان يعني ستجري مسار الصلح بطبيعه الحال، يعني يتم استدعاء عند الضحيه من اجل عرض على خبره طبيه وتحديد العجز الى غير ذلك وتحقيق اقتراح التعويض. الى هذه المرحله سالت صافي كيكون الملف سالا. لكن في حاله عدم الجواب داخل اجل ديال 60 يوم هذا كيعتبر بمثابه رفض ديال شركه تامين انها تقول. اذا هذا الشيء هو اللي خرج التوصيه مؤخرا، هذا الاسقاط بين قوسين تقريبا اصبح حتى هو كذلك لشركه تامين في اطار يعني حوادث الشغل. دابا ولات يعني ولا الضحيه ملزم قبل ان يلج للمحكمه او يعرض النزاع للمحكمه او يرفع الدعوى للمحكمه من اجل التعويض عن حوادث السير او حوادث الشغل، خصو يكون ملزما يتعين وعليه انه كيمر من المرحله ديال الصلح مع شركه تامين. في حاله شركه تامين انها اما ان الضحيه رفض التعويض المقترح من شركه تامين، عنده الحق يمشي للمحكمه ويبين الاسباب ديال الرفض. وحتى ان وقع الصلح، وهذه الضمانه اللي مهمه اللي كاين في الظاهر اللي ربما ما انتبهوش عليها كثير، انه حتى انه في حاله وقوع الصلح واقتراح شركه تامين مبلغ معين وكان اقل من المبالغ المستحقه الاجير او يعني الضحيه اللي وقعت لنا كيصبح عاد الضحيه اللي وقعت لي حادث شغل، عنده الحق يمشي للمحكمه للطعن في هذاك يعني هذاك يعني المحضر ديال الصلح. هذه ضمانه ربما شائعات لدارت على مدونه الاوصاف. هذه ضمانه مهمه، يعني مساله راه ما كضيعش حق الناس. الا عجبك اذا داك الشيء قبلتيه لا مدونه الاسره، واحد الوقيته كانت على الجور من هذا القبيل، زعما راه غيكون واحد الجور على حق المراه، الراجل يتزوج بلا خبر المراه الى غير ذلك، نفسها انطبقت على حوادث الشغل. هي اي حاجه جديده، هو وان كان ان في النصوص القانونيه انها تعطي الحق للمحامي انه يعني يباشر مسار ديال الصلح مع شركه تامين، ولكن يعني في الواقع العملي يعني قليل جدا ان الضحيه يلجا للمحامي، قليل جدا كان كيتفرض عليه في واحد الوقت معين، لانه كان بعض النقابات انهم يعني كانوا ينصبون محامون من اجل الدفاع عن بعض الضحايا في حوادث الشغل، وكان وقعوا يعني مشاكل كثيره جدا يعني تجربه فاشله بكل المقاييس، مجموعه من حتى النقابه ديال الضربيه كانت من اواخر النقابات اللي مشاو في هذا الاطار هذا، ولكن وقعوا مجموعه من التجاوزات ومجموعه من المشاكل، ولكن للاسف كنعتبرها انا شخصيا يعني تجربه فاشله، والدليل انه الدخل المشرع وعطى الحق للضحيه انه يمشي مباشره لشركه تامين او له الحق ان ينصب محاميا. فهنا يعني وجود المحامي يعني ضروري، كنقولها دائما، لانه هو غادي يعرف المبالغ المستحقه، غادي يعرف يباشر في الكتابات ديالو في الممارسات ديالو مع شركه تامين غير ذلك، يعني ضروري، ولكن المشرع لم يجعله الزاميا، وبالتالي كتبقى الحريه يعني للاشخاص انهم يلتجؤوا لشركه تامين مباشره. نعم، اذا هذه المساله وضحناها للناس باش ما يبقاش فيها اللبس، لانه اثرت حافظه عدد كبير من الناس من نعم. يعني حنا تكلمنا عن المهنيين، ولكن حتى الناس اللي عندهم حوادث شغل او لا اللي كيتسالوا على الموضوع اثرت الحافظه ديالهم. اذا الامور دابا واضحه، هي ربما اصبحت الزاميه مثلها مثل حادثه السير، انسان يمكن انه يقوم بهذه المسطره ديال الصلح، في حاله عدم الرضا راه من حقه انه يلجا للمحكمه ويكفى الحق لذوي الحق. نعم اكيد حنا مازال مستمرين معك طبيعه الحال، مازال ما يتقال في هذا الموضوع هذا.
وللاسف كيكون يعني جمله من 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 اللبس عند الناس. للاسف شكرا اللي كنتعلموا معك بصراحه، لان الانسان كي هذا الصباح اللي نجي من من الرباط مباشره، وفي انتظاري باش باش يعني ندوز لواحد الملف معين باش نحضر في جلسه، وكانت واحد نوع من الدردشه بسيطه جدا مع قدماء محامون في الرباط، يعني عندهم وزن ديالهم ومنهم اعضاء ديال المجلس الحالي. وجبت المحضر، جبت يعني القانون كنقراه معاهم. كاين بعض المقتضيات اللي غريبه جدا وغامضه جدا، وحتى انا قالوا لي هذا الشيء اللي كاين في النصوص ما يمكن نعرفوها حتى يدخل القضاء، هو اللي غادي يفسر لنا مجموعه الاشياء. فحنا كنعولوا ان شاء الله تعالى على القاضي بالدرجه الاولى والقضاة بصفه عامه انهم ينورونا، لانه كاين واحد نوع من المساعده بين المحامون، كاين قراءات ديال المحامي وكاين قراءه ديال القاضي، فهاد التلاقح ما بين قراءه القاضي وقراءه المحامي قد تعطي نتائج يعني في صالح الضحيه ان شاء الله. اكيد انه كل شيء في صالح المواطن، سواء لانه اكيد انه كيكون يعني واحد يكفل له الحق واخر لا، ولكن بطبيعه الحال يكفل الحق لذوي الحق. اذا الانسان خصو يامن بهذا المبدا هذا، لكل ذي حق حقه. واكيد انه كنتمناو ان الامور تكون دائما واضحة، ومن خلال الساعه القانونيه نوضحوا جميع الامور اللي كتكون غامضه عند الناس، وهذا هو الهدف بطبيعه الحال. ومشكور الاستاذ سعيد على ساعه الصدر ديالك. نمشيو فاصل وراجعين معك. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم في هذا اللقاء المباشر بطبيعه الحال برفقه الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. احنا مازال مستمرين في استقبالكم على 05 22 46 72 50، او لا 51 او لا 52. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدرهم على حساب الرسوم. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. استاذ سعيد، بصراحه قبل ما ناخذ معنا المكالمات، واحد المساله دائما كنثيروها بغينا نوضحوها للناس. نعم. مي كنقولوا دعوه عموميه ودعوه في اطار المدني. نعم. شنو هو الفرق؟ واخا لانه حتى الناس تبين لهم الامور في كثير من الاحيان. نعم، عطينا المثال قبيله ديال حيده السير. حيده السير ملي كتوقع الحيده انه كيتم تحرير محضر من طبيعه الحال او انجاز محضر ان صح التعبير عن طريق الضابط القضائي، ويتم احاجه السيد وكيل الملك، والسيد وكيل الملك يحدد المتابعه او يصدر المتابعه، ويتم متابعه يعني السائق في حالات كثيره جدا اذا لم يرتكب الضحيه خطا معين الى غير ذلك، او المهم يتم احاله الملف. هنا ملي يتم الاحاله كتم كيسمى ان يعني تقام الدعوه العموميه، انه تيكون طرف فيها السيد وكيل الملك، تيكون كاين بعض القضايا المدنيه اللي لجا الوقت والمناسبه نهضروا عليها تيكون حضور النيابه العامه بطبيعه الحال، ولكن هنا كتكون يعني الدعوه العموميه تقام اما انه من طرف يعني الضحيه عن طريق شكايه مباشره في المحكمه الزجريه، او عن طريق السيد وكيل الملك باعتبار انه هو يعني من يمثل بين قوسين عموم المواطنين بين قوسين، ويقوم بهذه الدعوه، فكيتقد يعني كيحل الملف على المحكمه، وكيبقى للضحيه انه كيتقدم بدعوه او كيتقدم مطالب مدنيه في اطار الدعوه المدنيه التابعه. من الاصل هو الدعوه العموميه، ولكن الدعوه المدنيه التابعه كيكون فيها الضحيه تطالب بالتعويضات ديالو، خاصه نعطي المثال دائما ديال حوادث السير. هنا كيتقدم مطالب مدنيه بالتعويض، كتدخل كيتم ادخال شركه تامين باعتبار هي المؤمنه للسائق السياره، وهنا ما يسمى بالاشتراط لمصلحه الغير، هنا في اطار لاسيرونس يعني اشتراط لمصلحه الغير، بانه ذاك الغير اللي غير معروف اللي كتوقع حادثه كتدخل شركه تامين باش تعوض هذاك الشخص عن الاضرار اللي تصاب بها. بالنسبه للدعوه المدنيه كتكون قائمه بذاتها، كيتقدم يعني الضحيه بمقال رامي الى الاداء، مثلا في اطار دائما حوادث السير رامي الاداء في اطار فصل 880 من قانون التزامات والعقود. هنا كيرتب المسؤوليه على يعني السائق السياره باعتبار ارتكب حادثه، وكيطالب باجراء خبره، وكيتم تحديد الاضرار او العز الجزئي والدائم، وكيتم التعويض. اذا الا قدرت نستوعب حتى انا نبسطوا المعلومه، ملي كنتكلموا على الدعوه العموميه. نعم. هي واحد الواقعه معينه اللي فيها مجموعه من الاطراف متداخله، يعني ربما هي كيكون الحق العام، كيكون الحق العام هي الدعوه العموميه. نعم. بطبيعه الحال يعني حتى وان تنازل الشخص مثلا الا كانت جنحه معينه او لا، كيبقى حق الدوله في ارتكاب هذيك مثلا، او حق يعني الدوله ككيان في ارتكاب هذيك الجريمه المعينه مثلا. اذا هو ما يصرح عليه الدعوه العموميه عندها علاقه بالقانون الجنائي. اذا هي واحد الحاجه، واحد الدعوه اللي كتكون عامه متداخله فيها جميع الاطراف.
ماشي بهذا المفهوم يعني الكامل. هي كاين بعض يعني النقاط اللي قلتيها فعلا كاينه داخله في هذا المفهوم، ولكن انه كتبقى يعني انها يعني دائما المفهوم كتعلق بالقانون الزجري. نعم. الدولة العموميه دائما عندها القانون يعني نوع من يعني من من, من خرق بعض القواعد القانون الجنائي. هنا كيدخل المشرع عن طريق النيابه العامه باش انه يرجع النصاب او يرجع الامور الى نصابها بين القوسين، مثلا فيها عقوبه معينه ارتكاب مثلا لا قدر الله مثلا سرقه، يعني مثلا في اطار مثلا خيانه الامانه، مثلا في اطار مثلا الرشيشه، في اطار مثلا القتل الى غير ذلك. هنا امور كتعلق يعني عندها مساس بالنظام العام. نعم. كيكون عندها مساس بالنظام العام كيكون تدخل ديال النيابه العامه حاضر، حتى انه بعض الاحيان انه السيد وكيل الملك يحيل بعض القضايا على السيد قايد التحقيق، والسيد قايد التحقيق كذلك يجري بحثا وتحقيقا بين القوسين ويتم يعني الامر باحاله هذاك الملف كذلك على المحكمه. نعم. وهنا كتنطلق الدعوه العموميه وكيتم المحاكمه، والدعوه المدنيه هي المطالب ديال الضحيه بطبيعه الحال. نعم. كتبقى هي بوحدها مستقله لان كتكون هي مطالب التعويض ديال الضحيه. نعم. لكن يعني لكن دعوه اخرى في اطار المدني، في اطار التعويض، في الكراء اللي تكلمنا عليه الى غير ذلك، فكتبقى هنا في اطار يعني دعوه مدنيه ان عندها علاقه يعني اطرافها مدنيه. كاين دعوه اللي كتكون في اطار المحكمه التجاريه، في دعوه في اطار المحكمه الاداريه اذا كان من طرف الدوله، الطرف فيها الدوله الى غير ذلك، او مصطلح المصالح التابعه للدوله الى غير ذلك. فالاطراف هما اللي كيحدوا صفه او النوع ديال القضيه، واش انها دعوه مدنيه او دعوه جنائيه او دعوه جنحيه او غير ذلك، او اداريه او تجاريه. بعد من التوضيح مازال كيخلصوا لها شي حلقه باش بان الناس الفرق، لانه بزاف الناس كتختلط عليهم الاوراق، وربما هذا توضيح اولي واكيد انه تكون فرصه باش نفصلوا اكثر في الموضوع. رساله كتقول: السلام عليكم اختي سكينه، اخي سعيد الله يجازيكم بالف خير، انا كنت اتصلت وما كملتش سؤالي. المهم انا عندي طرت تعسفي والملف ديالي في المحكمه، وكنت خديت قرض من البنك، وهما الان كيهددوني الا ما خلصتش غادي يلجؤوا المحكمه لسجني، وانا موقوف عن العمل كيف ما ذكرت. المرجو اجابتي، الله يكثر خيركم. اذا كان السؤال هو تسجن، راه ما تسجنش، هذه باش تكون يعني متيقن، لانه يعني الاكراه البدني لا يتم تطبيقه الا بعد ان يثبت ان الشخص له ملك معين او يشتغل. فاذا كان مثلا انه حتى لا قدر الله ان الشركه المقرضه التجأت الى يعني تطبيق او المطالبه بتطبيق الاكراه البدني، فالشخص الاخر المدين او المقترض الى مثلا انه دلى بشهاده عدم الشغل وشهاده عدم التملك انه لا يملك اي عقار، هنا يسقط عنه الاكراه البدني باعتبار ان المغرب صادق على مجموعه المقتضيات يعني الوارده في مجموعه الاتفاقيات انه لا يطبق الاكراه البدني الا في حالات اللي كتكون فيها الشخص انه يعني امتنع عن التنفيذ او انه لم له املاك الى غير ذلك، يعني ماشي بقوه خارج على الاراده ديالو. نعم. يعني حتى انه يعني شرعا يعني صعب جدا انك تقبل او قانون تقبل انه يعني تاخذ يعني كما يقال بالدارجه تاخذ من لحم شخص معين تاخذ يؤدي واحد القرض، يعني كاين ظروف معينه. اكثر من ذلك، الا كانت يعني ان يعني الشركه المقرضه انها عندها تامين على القرض، وهذه غالبا كتكون 100% اعتقد كنقول 100% لانه جميع القروض كلها كتكون خاضعه للتامين في حاله عدم الاداء، فهنا المقترض انه عنده الحق يدخل شركه امين المؤمنه على القرض في عدم انه كيكون عجز لا قدر الله يعني الخروج او يعني الفصل من العمل او الطرد من العمل اللي كان فصل جامعي الى غير ذلك، او مثلا لا قدر الله وفاة، باش نقول انا متاكد لانني عشت حاله بهذا الشكل، الوفاة يعفي الشخص من اداء القرض باعتبار كاين تامين على الحياه باعتبار انه في حاله عدم الاداء في هذه الحالات هذه ان الشخص لا يؤدي، ولكن شركه امين التي يعني تم تامين هذاك يعني القرض لديها هي اللي كتدخل من اجل اداء ذلك المبالغ. هناك علاقه مباشره ما بين شركه امين يعني تتم يعني حروجه محضر عدم التنفيذ باعتبار ان الشخص يعني ليس له قدرة مادية أو مالية من أجل أداء المبالغ، يتم إسقاط مباشرة الحكم عليه، فيطمئن أنه راه ما غادي يدخلوش الحبس. رسالة أخرى كتقول: السلام عليكم، شكرا لكم على كل ما كتقدموا من خدمات كتنفع المجتمع. سؤالي القانوني من أختكم رشيدة صانعة تقليدية، بغيت نشارك 4 ديال الأشخاص مشروع، غيساهم كل واحد ب 3000 درهم، وأنا غادي نساهم بآلات الخياطة وأدوات أخرى كتخص المهنة اللي كنمارسها. سؤالي: شنو خصني ندير باش ما يضيعش حقي، علما أنني أكثر مساهمة في هذا المشروع سواء بالعمل أو بالأجهزة، وأيضا غادي نكري بيت، فكيفاش ندير في حالة بغى شي واحد ينسحب، وفي حالة وجود شي حد ما بغاش يساهم بالعمل الجاد؟ وشكرا. هادشي اللي قالت هو اللي غادي دير، غادي ديرو في العقد.
معناها ملي غادي دير عقد شراكه مع هاد الاشخاص هادو غاد الشروط كلها غتضمنها في العقد. انا كما كنقول انه العقد شريعه المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون التزامات العقود، فكل ما ضمن في هذاك العقد يصبح هو القانون الساري بين هاد جميع الاطراف. مثلا هي تملك المحل، مثلا غتكتب في العقد بان هي مالكه المحل، والاخرون شركاء مثلا براس مال معين في حدود مبلغ 3000 درهم كما قالت. في حاله انسحاب مثلا الشخص انه اما انه تشتري حصته او يشتري الباقون شركاء الحصص ديال هذاك الشخص، لان 3000 درهم غتولي الى ان شاء الله تعالى تم استثمار هذاك المشروع يعني ودر ارباح كثيره، فيولي يعني الناس الحصه ديالو غتكون يعني مهمه. اما انهم يشتروا، اما انه مثلا انه يتم تعويضه بشخص اخر اذا رغب في حل في حلول مكان هذاك الشخص الى غير ذلك. فهذا الاتفاق كله هذه المخاوف ديالها اللي عارفها هي باعتبار انها يعني صانعه تقليديه، وبالتالي غتكون عارفه كاع الدروب ديال هذه الصناعه هذه، كاع هذوك الشروط اللي تخاف منها ضمنهم في العقد ويتم المصادقه عليهم من جميع الاطراف، وبدا تكون مطمئنه حتى لا قدر الله وقع المشكل كيرجعوا للعقد. نعم، ناخذ معنا مكالمه معنا لاله فاطمه من القصر الكبير. مرحبا بك لاله، تفضلي. مرحبا بلاله فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ورحمه الله وبركاته. دكتوره لاباس عليك. مرحبا لاله. انا هي دكتوره هي عندها دكتوره فخريه وبدون مجامله، لان لاله سكينه ليست فقط في هذا البرنامج ولكن في برامج كثيره، وهذا هذه جات مناسبه باش ننظر عليك. لا يعني بالصدق، لانه السي يوسف تيقول بانه يعني ميد راديو اكاديميه، مع ان اغلب الصحفيين اللي عندكم هنا اصبحنا يعني يتلقون يعني معلومات كثيره من مجموعه من البرامج، وبالتالي كيعندهم عندهم ثقافه اكثر من هذاك المتخصص. انا ممكن نتكلم في القانون، ممكن نتكلم في علم النفس، ولكن انا ممكن نتفهم منك مزيان. ممكن نتكلم في سيده النساء في الشرع الاسلامي وفهذا وفهذا، دونك راه دكتوره فخريه عندنا. لا لا اختك بارك الله فيك. مرحبا، تفضلي. لا لا عافاك دكتور، عندي واحد الاستشاره. مرحبا لاله. بالنسبه لواحد الاخ ديالي هو مطلق. نعم. عنده جوج ديال الدراري، وقبل ما يطلق هاد السيده مين كان يعني باقي معها كان شرا لها واحد الدار. دار في سميتها. واحد ماشي دار في سميتها، واحد الناصب يعني هي اللي تكاتبت مع السيد اللي شراو من عنده، هي اللي كلشي يعني هو غير عطاها الفلوس. شحال ديال النسبه دار ليها في الدار؟ الدار كانت ب 50 مليون، عطاها 30 مليون و 20 مليون دارها كريدي في السميه ديالو. لا لا، دابا ملي كتبوا في العقد شحال عندها النسبه في العقار؟ هي شحال عندها النسبه في الدار؟ واش 50 40 30؟ اه لا، الدار ديالها يعني 100% ديالها، بحال هي اللي شراتها يعني هو غير عطاها الفلوس. اه، وباش عطاها دوك الفلوس؟ يعني مراته عطاهم لها عادي. لا بغيت نقصد لك زعما عارفه مراته، ولكن باش عطاه ليها؟ واش بشيك بمحاوله بنكيه بنقدان يعني الوسيله باش عطاها؟ نقدان؟ لا نقدان. اها واخا كملي. يعني والشي الاخر داروا كريدي في السميه ديالو، 20 مليون دارها كريدي في السميه ديالو. اييه واخا. المهم من بعد طلق من هاد المراه، وما اصلا كانوا عندهم مشاكل ديك الشيء، من بعد طلقوا. نعم. ملي طلقوا دابا هو يعني خرجوا له النفقه وكيخلص واحد النصيب النفقه. نعم. وهو يعني دابا كيخلص ديك الاقتطاع ديال البنك، يعني عنده اقتطاع كبير يعني 20 مليون اقتطاع كبير. نعم. وبالاضافه لديك النفقه. نعم. دابا عافاك دكتور، اللي بغيت نعرف يعني واش يقدر يدير شي اجراء مثلا، مع حيت هو ما عندوش حتى شي ضمانه، لان ديك الدار يعني ديك الفلوس هو اللي عطاهم، ما عندوش حتى شي ضمانه. يعني واش كاين شي اجراء يقدر يديره مثلا غير باش ديك النسبه ديال الفلوس ديال الكرا اللي في النفقه تحيد، يعني يبقى غير ينفق على ولادو، وديك نسبه الكرا يعني السيده راه عندها دار، يعني بالامكان ديالها تسكري ديك الدار، حيت الدار ماشي في مدينه هي ساكنه فيها، يعني بالامكان ديالها تسكري ديك الدار مثلا، وديك الناصب ديال الكرا تخلص به الدار اللي ساكنه هي فيها هنا. او لا، ومع العلم اننا سمعنا ان ديك السيده شرات شي دار في المدينه اللي هي ساكنه فيها، شرات شي دار واحده اخرى. يعني بغينا نعرفوا واش كاين شي اجراء، يعني باش هو حيت يعني الماندا راك عارف الماندا الموظف على قد الحال، يعني ما بقى تزير بزاف، ما بقاش كيبقى له يعني والو في الماندا ديالو. نعم. وبغى يعرف زعما واش كاين شي اجراء ممكن يديرو باش هاد السيده زعما غير يحيد غير ديك النسبه ديال الكرا، ويعني هو وليداتو راه غادي ينفق عليهم، هذه مساله طبيعيه. وبالفعل يعني عنده الحق الى باقي عنده اجل ديال الاستئناف،
انه ممكن يستأنف الحكم على اساس بانه غيدلي بهذه المعطيات بانه يعني الاجر ديالو الشهري ما بقاش يستأنف، عنده الحق يدير دعوه ديال المراجعه ديال بعد سنه، عنده الحق يدير مراجعه ديال النفقه على اساس بانه يدلي بهذه المعطيات اللي قلتي لي بانه مثلا عنده قرض مثلا يسدده على حساب منزل، كذلك عنده مثلا بعض المصاريف اخرى قدر يكون يتزوج من جديد او غير ذلك، او مثلا عنده واحد التزامات معينه تجاه الاباء ديالو الاب ديالو للام ديالو او الاخوه او غير ذلك، كاين التزام مكتوب بانه كينفق عليهم او يعني تحت الكفاله ديالو او غير ذلك. فهذه المعطيات كلها الى دلا بها المحكمه على اساس بانه يطالب بمراجعه يعني انقاص ديال هذا المبلغ هذا، ممكن المحكمه تستجيب له، ومع ذلك انه يشير ويجيب الشواهد الملكيه ديال الطليقه ديالو بان هي لها كذلك يعني املاك معينه ولها امكانيات ماديه ممكن كذلك تساعد في النفقه. ففي في غياب هذا الشيء لانه ما يمكنش يلزمها، يعني القاعده هو ان الزوج هو من يؤدي النفقه الى ان يعجز يعني الزوج، فلا كان هذا العجز الجزئي اللي قدر يبينه المحكمه راه ممكن المحكمه انها يعني تراعي هذه الظروف هذه، وممكن انها يعني تنقص من المبلغ ديال النفقه على اساس بان الزوجه هي من تنفق في الجانب او في الجزء اللي هو عجز عليه. نعم واضح لاله فاطمه؟ فقدنا الاتصال لفاطمة، وربما في جانب ديال البيت يعني ما كاينش حتى شي اثبات يمكن انه يرجع به بانه هو عطي الفلوس او لا، يعني يتم يعني ربما يعني هذا نوع من الحسنيه انه تقوم به الشخص تجاه. كنت قلت قبل لانه كانت حاله كانت تعرضت السؤال كانت تعرض، وقلت لك واحد الشيء قضائي اللي كان اعتمدته محكمه النقد على اساس بانه زوجه تم يعني منحها 50% من العقار، وثبتت بانه كانت تشتغل في ديك الفتره، وكذلك ادلت بشهود لانه كانت دار بحث في اطار اجراء التحقيق، وجابوا شهود بانه كانت تملك نصف، ولكن في الشهاده الملكيه او في المحافظه هو الذي يعني بوحده الزوج هو الذي يملك 100% ديال العقار، والمحكمه مشات في هذا الاطار المحكمه الابتدائيه والاستئناف، والنقد ايد هذا الحكم هذا على اساس بان السيده تستحق 50%، فهو لا قدر يمشي في هذا المسار يثبت على اساس عنده بدايه حجج بانه هو من يؤدي المبلغ المتبقي ديال 100000 ديال 200000 درهم اللي كيؤديه هو من القرض يعني اللي خاضوا على حساب البنك وادى لهذا الشخص. ممكن كذلك الشهاده ديال الشخص اللي باع عليه العقار ممكن تا هو كيدير شهاده على اساس بانه راه هو صاحب المبالغ اللي عطاها للزوجه الى غير ذلك. فربما هاد المعطيات او هاد يعني هاد الادله اللي عنده ربما ان المحكمه تقدر ويجيب هذاك الحكم اللي قلت راه مشى عند المحامي غادي يقدر يقلب على هاد المحكمه ديال النقد في 2013، ما عنديش المراجع ولكن في 2013 صدر، فممكن المحكمه تقدر انها تمشي في هذا الاطار وتعطيها على الاقل واحد النصيب معين ممكن. ونتمنوا له خير باذن الله. ناخذ معنا السي رشيد من الدار البيضاء. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. لاباس عليك. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على الاذاعه ديال المحبوبه. مرحبا سيدي الله يطول عمرك. وتشكروا السيد ديالنا سعيد الناوي. مرحبا سيدي. مرحبا سيد. لاباس بخير. الحمد لله سيدي رشيد بارك الله فيك. الطريق ب مرحبا سيدي ديالنا اللي خصنا ناخذوها بالجيبات اللي علينا نديروها بكل فرحه سيدي. العفو العفو سيدي. بالنسبه للمساله ديال كيف انا دابا مع الزوجه ديالي غادي نرفع الدعوه ديال الطلاق الشيخه مع اسقاط الحضانه. سي رشيد ما كنسمعكش مزيان الله يخليك. بقى ثابت في مكاني. شكون اللي رفع الدعوه ديال الشقاق؟ انت ولا الزوجه ديالك؟ لا انا اللي وانت درتي طلب مضاد ديال اسقاط الحضانه؟ اه انت درتي طلب ديال اسقاط الحضانه؟ لا مع طلب ديال تطليق الشقاق. واش انت اللي درتي ولا هي؟ لا انا اللي درته. انت درت واخا كمل حتى علاش حتى انا باش نشرح لك. تفضل. الزوجه ديالي المده دابا ديال 14 عام اللي تزوجنا دابا وقع خلاف لانها كانت مشدوده في السجن. نعم. لان تهمت بالخيانه الزوجيه. نعم. ودابا خرجت نهار 1/5. نعم. فهمتي وانا رفعت عليها في شهر 3 هذا ديال تطليق الشقاق. نعم. ومن الجلسه الاولى كانت عندي في شهر 4. والجلسه الثانيه عدوا لينا في 4/5 ولكن القاضي الثاني حنا المشوره. غرفه المشوره. نعم. غرفه المشوره. نعم. يعني واش انا اللي سوت الناس وكشي قال لك ان المساله عندك تخلي صالح ديالك ان الزوجه تابت طلقها بان الحكم ديال الخيانه الزوجيه وعندك الحكم لان رفقت الحكم ديال الخيانه الزوجيه اللي صدر ديال السجن ديالها زائد المرافقه ديال بنياتي ديال العقد الزياد. نعم. والطلب ديالي رفقتهم في الميس ديالي. نعم. ولكن دابا انا اللي قلت شاد غرفه المشوره باش انا تكون الشرح ديالي. سي رشيد الله يخليك غير بقى في مكان واحد باش نسمعوك لان الصوت كيتقطع. انا دابا مكان
الصوت كيتقطع. سي رشيده عندي معطيت غادي نجاوبك ان شاء الله واخا هو ربما عنده تقطع. سي رشيد يعني المسطره كتمشي بهذا الشكل هذا لان كيتخدم دعوه ديال الشقاق يعني الملف كيتم الاحاله على الغرفه المشوره باش يتم الاستماع للطرفين لانه امور يعني كتحاط بواحد النوع من السريه لا يمكن حضور الا يعني بطبيعه الحال القاضي وكاتب الضبط وكذلك المحامون وبعض الاحيان انه يتم يعني الاستئذان للمحامون انهم يحضروش لبعض المناقشات لانه كتكون في واحد السريه معينه او ان الزوجه تتحرج من ذكر بعض الاشياء فبالتالي انه كيكون جلسه مغلقه وتمنع في بعض الاحيان على المحامين حتى حضورها فبالتالي كتكون في واحد السريه يعني كبيره جدا او تحرش كيوقع للزوجه خاصه او للزوج بعض الاحيان فهنا غرفه المشوره عاديه جدا لانه هنا في اطار المسطره كيتم الاستماع للزوجين كيتم الاستماع للزوج باعتباره هو اللي تقدم بطلب ديال التطليق للشقاق وكيقول الاسباب اللي على اساس تقدم بهذا الطلب انت عندك سبب اللي مبرر وقانوني وشرعي وباش ما بغيتي لانه واضح جدا وهي كذلك يعني يتم الاستماع لها شنو الظروف ديالها اللي وقعت بتفصيل او غير ذلك مباشره ملي كيكون الوليدات راه كيكونوا محاولات الصلح يعني بين الطرفين على اساس بانه يعني القاضي يحاول ما امكن يسدد ويقارب يعني بين الزوجين على اساس بانه في اطار العام اما الحاله ديالك حاله خاصه اطار العام انه كيحاول باش يجمع الشملين بين الزوج والزوجه من بعد انه مباشره كيتحلل المحكمه باش يحكم باش يبتوا فيه طبق القانون هنا انت ملي طلبتي اسقاط الحضانه اكيد يعني هذه 100% غادي يتم اسقاط الحضانه عليها لان كاين حكم جنحي وحكم جنحي اذا كان يعني حائز للقوه الشيء المقدمي معناه نهائي ما بقى فيه حتى شي طريق من طرق الطعن فتكون عنده قوه ثبوتيه وانه يعني تكون عنده واحد الحجيه كما يوقع في القانون على القانون المدني باعتبار ان القاضي يخضع له القاضي المدني يخضع للحكم ديال الحكم الجنحي وبالتالي غادي يكون يعني هذا الحكم حاسم في من حكى الحضانه ديال الوليدات ديالك ان شاء الله تعالى. نعم ناخذ معنا مكالمه مواليه قبل ما نشوف فاصل معنا لنجيه من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله نجيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكركم شكرا في الاستاذ وميد راديو على هذا. مرحبا فيك لاله. مرحبا. مرحبا لاله. الله يبارك فيك. الله يخليك نكسر الراديو على نجيه وبقي معنا في التليفون. الله يخليك تفضلي. الله يخليك. انا راجلي كنخدم في واحد الشركه كبيره في مدينه قليبكا ومرض مهني ورفع دعوه في 2011. نعم. وتحكمت لي في 2013. نعم. وما تنفذات وخرجت حتى 2015 وفي 2015 في شهر جوج توفى. الله يرحمه مسكين. نعم كملي لنا نجيه. للاسف انقطع الخط. انقطع الخط. إلا كان يعني سبب الوفاة ديالو هذا المرض راه ممكن تعود يعني تطالب بمراجعة الإيراد لأنه كيتحدد لي واحد الإيراد على أساس بأنه المرض المهني كما قلت أنه بعض الأحيان ما تيظهرش بخلاف حيدة الشغل اللي قلنا كتكون يعني مفاجئة وبفعل خارجي في ديك اللحظة كتبان راه كيقدر الله كيوقع يعني الضرر للشخص لكن بالنسبة يعني المرض المهني هو مرض يعني بطيء جدا يعني يقدر أنه سنوات قدر توصل ل 15 سنة عاد كتظهر التبعيات والآثار ديال داك المرض فإلى هنا الحكم داز إذا المحكمة اعتبرت بأنه مرض مهني وبالتالي أنه كاين صلة مباشرة ما بين يعني المرض والعمل اللي كان كيشتغل فيه إلى غير ذلك هنا اللي وقع هنا وقدر الله لا تبتات بانه الوفاه كان سببت هذاك سبب بسبب داك يعني وهذا غتكون السؤال غيكون يعني سبب مباشر في الوفاه ديالو غطالب مراجعه الايراد لانه غتكون دابا كارمله وبالتالي المبالغ المستحقه ماشي نفسها لان كيكون على يعني ماشي نفس المبالغ فدي تعاود دير طلب ديال والاخبار تدلي بشهاده الوفاه بانه السيده توفى اطر هذاك المرض المهني وتثبت بشهاده طبيه بانه توفي على اطر ذاك الايراد المهني وتطالب بمراجعه الايراد حتى انه يتم صرف لها الايراد من طرف شركه التامين. توقفوا مع فاصل غنائي ورجعوا معك استاذ سعيد. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ماد غاديو برنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. حنا مازال مواصلين ومازال مستمرين في استقبالكم أوفيائنا الكرام وفي استقبال رسائلكم ومكالماتكم. ناخذ معي رسالة أستاذ سعيد كتقول السلام عليكم لكم الأجر والثواب على كل المعلومات. ملكي شريت بقعة أرضية 120 متر بملكية في عام 2003 وقمت بتسجيل وأديت الواجبات لكن في عام 2005
قمت بتحفيظها وتفاجأت أن هناك 6 تعرضات في هذه البقعة وهي ضمن ملك البيع اللي باعها ليا بحيث أنه كيملك في هذه المنطقة أكثر من 600 متر مربع حتى أن المحافظة العقارية ما دفعتش هذا الملف للمحكمة اللي بت فيه. ما عرفتش علاش هذا التماطل الإداري. أنا في حاجة لهذه البقعة لأنني بغيت نشيد سكنة فيها ولكن ما قدرش لأنني كان خاف تزيد الخسارة ديالي لأنني أنا الخاسر في هذه اللحظة. لا فلوس رديتهم ولا البقعة استفديت منها. أنا عامل في الغربة كيفاش نقدر نسترد الحق ديالي وتعرضت للضرر كيفاش نسترد حقي من هذا البائع واش يمكن أني نرفع دعوة ضد هذا الشيء أو هذا الضرر اللي لحق بي. بالفعل له الحق أن يقوم باسترجاع المبالغ في حالة أنه هذاك الشخص يعني قام يعني بالتحايل عليه قوش النصب ولكن يقدر التحايل عليه بأنه هذيك الأرض يملكها هو يعني بصفة انفرادية يعني لا يشاركه ولا يشايعه بين قوسين أي شخص فيها وإلا أنه يطلب من يعني كتابة يصيفط يعني إما عن طريق مفوض قضائي أو مباشرة يعني رسالة مع الإشعار بالتوصل السيد المحافظ على الأملاك العقارية يطلب منه يعني أن يحيل الملف على المحكمة من أجل بت في التعرضات باعتبار 6 تعرضات اللي كاينه إذا كان مثلا هاد المتعرضين يعني كان عندهم يعني وثائق تثبت بالفعل أنهم راه لهم الحق في هذاك العقار هنا غادي بطبيعة الحال المحكمة تحكم بصحة التعرض وله الحق أن يرجع على الشخص البائع بالثمن اللي عطاه وكذلك المصروفات اللي صرفها فهذا هو الإجراءات يمشي أنه يخبر أو يطلب من المحافظ يحيل على الملف في حال ثبوت أنه كاين تعرضات يعني صحة التعرض بأن التعرض عندهم أو المتعرض عندهم وثائق تثبت التملك ديالهم هذاك العقار عنده الحق من بعد ما المحكمة تحكم بهذاك الحكم يعني يطالب بإرجاع يعني المبلغ ديال المبيع اللي شرى به وكذلك المصروفات على أساس بأنه اشترى يعني شيء اللي لا أو باع له هذاك الشخص شيء اللي يملكه وقدم له مبالغ يعني مقابل هذاك البيع. نعم. رسالة أخرى كتقول عندي مشكل قانوني كان عندي واحد الكريدي مع بنكا مدة 5 سنين في 2 خلصت توتال كامل افيك انتيسيباسيون وكيقول واخا خلصت كل شيء في فيفريي زادوا قطعوا في مارس وريكلاميت هذا الشيء ولكن با ريبونس وهنا إذا كان يعني حيت بعض الأحيان يعني خصو يشوف المبلغ اللي خلص كامل لأنه كيخلص الفوائد القانونية أنا أعتقد يجب إلى ما عمري كريدي في حياتي الحمد لله أنه كان بعيدا على الكريدي الشيء اللي عندي في جيبي كنخسره وكنكون هاني ولكن يعني بعض الأحيان كيكون الإنسان مضطر أنه يقترض يعني مبالغ معينة فهنا يعني كيتم يعني ما يعتقدش فقط لأخذ مثلا 50,000 درهم راه خصو يرد 50,000 درهم يعني خصو يردها بالفوائد ديالها فيشوف المبلغ الكامل لي 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 سميتو اللي ادى واش ادى جميع الفوائد لانه كيحسبوا لي على 5 سنين وبالتالي انه الا ما كانش واحد نوع من 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 يعني التفاوض مع شركه التامين مع البنكه لانه الا غيخلص مسبقا غادي يقدروا يقصوا ليه مثلا الفوائد اللي مستحقه عن على 5 سنين هنا الا ما كان سميتو راه غادي يبقاو يقتطعوا ليه لانه خصو يدخل يمشي يصيفط لهم رساله على اساس بانه يقول لهم اديت لكم مبلغ كذا وكذا انا القرض كان مبلغ يعني قدر المبلغ ها هو ديال المقترض هل المبالغ المستحقه له انا اديت المبالغ كلها في تاريخ كذا وكذا وطلبت الاعفاء او عدم الاعفاء او غير ذلك وبالتالي انه اني الا ما كانش غيمشي للمحكمه باش يتم يعني الاسترجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق. نعم ناخذ معنا مكالمة معنا سي محمد من الدار البيضاء مرحبا بك سيدي محمد. مرحبا لله شكرا لله سكينة. تفضل سيدي مرحبا. وشكرا سي سعيد كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا لك شكرا. الله يرحم الوالدين. الله يخليك عندي واحد السؤال سي سعيد هو ان عندنا ورثنا واحد القطعة أرضية أنا والإخوان ديالي. نعم. وكان الوالد ديالي شرى هذيك القطعة عند واحد سيد بعقد مرفي لا بعقد عدلي عدلي نعم ومسجلها في 1982 نعم وغير هو اللي كاين في هذاك العقد ما دايرش فيه اصل الملكيه بالنسبه لهذاك اللي باع الوالد المحافظ طلب منكم وقيلة الاصل الملكي لا ما طلبوش مني انا راني دابا حيت شريتها انايا بعقد عاوتاني ديال من الاخوان ديالي بصدقه كتبتيها معهم وغير دابا في المحافظة عندي واحد تعرض على الحدود مع واحد الجار ديالي
وبغيت ندفع المحكمة. غير دابا هو داك العقد اللي قلت لك ما فيهش اصل ملكية، واش هو عقد صحيح وزعما يعتاد به او كاين شي مشكل عندي فيه؟ لا هو عقد صحيح بطبيعه العرض من اللي غدير تقوم بالتحفيظ، ربما ان السيد محافظ غيطلب لك يعني الاصل يعني التملك على اساس باش تكون عنده كل الوثائق كلها واضحه. هنا هو اللي ممكن. اما بالنسبه تمشي للمحكمه باش انك ترفع التعرضات اللي قام بها الجار ديالك، هذا من حقك، لانه يعني مادام دخلتي في مسار التحفيظ يعني عندك الحق تطلب المحافظ انه يحيل الملف للبت في التعرضات. الا ما كانش تعرضات انها يعني ثابته بوثائق معينه، فبالتالي غيتم يعني رفض هذوك التعرضات، وبالتالي انه المحافظ غادي يكون ملزم باش انه يعني يتمم مسار التحفيظ. نعم صحيح. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد الناوي، ونتلاقاو ان شاء الله غدا. غادي نواصلوا حديثنا بطبيعه الحال على حوادث الشغل، مازال عندنا شي تفاصيل غنوقفوا عليهم من اليوم، وايضا غنتكلموا على المرض المهني. فمشكور جزيل الشكر استاذ سعيد الناوي. كنشكر ايضا مجدولين علامه الادريسي اللي رافقتنا اليوم في الاخراج، سميحه في استقبال مكالماتكم. شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، كنتمنى لكم عشيه طيبه. متوش موعدكم بعد دقائق مع جالي وساعه مبروكه. دمتم في رعايه الله وفي انا الكرام، الى اللقاء.